ما تمسكنيش يا باق، الموضوع كان حاصل قدامك هو فيها وانت ما اتكلمتش. ايوه لا ما تقوليش ايوه ايه، هو الموضوع يحصل قدامك وانت ما بتتكلمش، تيجي تتكلم دلوقتي انا اقول له ايه اللي بتديه ما في، احنا بنهرج مع بعض هنا اتكلم. لا ما تتكلمش ولا تتكلم ولا تقول ولا تعيد ولا تزيد في الموضوع ده، عشان انا الراجل ده خلاص نهايته قربت على ايه. انت بتمشي وتسيبني يا باق؟ ما انت مش مديها فرصه لحد يتكلم معاك يا استاذه، قولي حته وانا اقول حته، في ايه؟ ما تمسكنيش يا باق. حاضر، خسرتي حاجه انت كده؟ ناخد وندي مع بعض. يرضيك يا بكر اللي حصل؟ لا ما يرضيش. بقى حته مزيزه يا ده اسمه فتحي لسه طالع اول امبارح يقول عليا انا مخرجه سكح مراجيح على الضيق. انا سكح مراجيح على الضيق يا بكر؟ قطع لسانه، انت سكح مراجيح على الواسع. ضيق ده احنا بتاع الكلام ده. فاكر فتحي ده كنا بننادي له في القناه نقول له ايه؟ اه فتحي صفيحه. كان حته مراسل ولا يسوى، ولا اللي نجنته وخليته مذيع، وبعد كل ده يقول لي انا مخرجه شخرموط تحت في الترلالي. انا شخرموط تحت في الترلالي؟ انا شخرموط تحت في الترلالي؟ هو اللي شخرموط تحت، هو اللي جابوه. انا لو سبت القناه دي القناه دي هتبوظ. لا القناه دي هتبوظ. والنبي يا استاذه ما تسيبينا، والنبي ما تسيبوش القناه بتاعتنا اسمها ايه؟ ايه؟ تالك شو نيوز. لو سبتينا التالك هيسيح، والنبي خليكي معايا. وبعد كل ده يقول عليا انا مخرجه مساء الفل سايح ورول، انا كده؟ قالك سايح ورول؟ انا كده؟ طب كنت نادي تقول انا سيحت ورليت وانتوا شبتوا على الجهاز والدنيا حلوه مفيش مشاكل يعني عادي صباح الفل. انت بتهرج يا بكر؟ مش بهرج والله. ما انت كده بتهرج يا بكر. مش بهرج يعني انا متعصب وانت عمال بتهرج يا بكر. انا برد عليك. ما تردش عليا يا بكر. حاضر يا استاذه، حاضر. خلاص مش هرد عليك. طب تنطحلي؟ مش بنطحلك ولا حاجه. بكر روح نضف المكتب يلا. حاضر.